في سرادق رسمي وبحضور قيادات امنيه، انت رايك ايه في الكلام ده؟ انا رايي طبعا مرفوض، طبعا احنا مش عايزين كده، احنا الحمد لله اتجهنا للقضاء وخدنا حقنا من القضاء. لو كنا عايزين ناخد حقنا من الاول خالص كنا خدناه، بس الحمد لله انا راجل قانون وعارف القانون بتاعنا وواثق جدا في القضاء بتاعنا. زي ما انا فهمتهم وعرفتهم ان احنا هناخد حقنا من القضاء، الحمد لله النهارده هم واثقين جدا وعارفين جدا ان احنا هناخد حقنا ومش محتاجين ان احنا ولا نقدم كفن حد ولا اي حاجه. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله احنا خدنا حقه. انت شايف ان القضاء المصري دي تعتبر من اسرع المحاكمات اللي تمت؟ زي ما احنا قلنا دي زي ما كانت هي اسرع قضيه على مستوى الجمهوريه، هي كانت ابشع جريمه على مستوى الجمهوريه، لا يعادل ده. مفيش حد بيقتل حد كده حتى لو كان ما بينه وبينه ايه، بالرغم ان هو مفيش، لو كان في كان هيقول في النيابه ان كان في كذا، هو مفيش حاجه، هو يا دوبك شافه قدامه راح ماسك راسه وقطعها قدام الناس كلها. ايه تاني اكتر من كده؟ الناس اللي عماله تتكلم بتقدمها للشباب طبعا، لازم رساله الناس كلها اللي عماله تقول انا مع المتهم وبتمنى المتهم ما تعدمش ولا لاعدام المتهم. طب لو هو لما تعدمش مين هيتعدم؟ انا هيتعدم، ده هيتعدم، ده واحد قاتل قدام الناس كلها والناس كلها شايفه. عشان التعاطف دلوقتي مع القاتل ده شيء سلبي من بعض الاهالي؟ اكيد طبعا، الناس لو هتتعاطف هتتعاطف مع الام، لان دي مهما كانت ام برضه يعني ربنا يقويها ويصبرها عليها فيه. انما كمتهم لابد ولكم في قصاصه في الحياه الاول الاباء، يعني لابد من ان هو يتعدم عشان خاطر ما يحصلش بعد كده. هو كل واحد هيروح للمخدرات يقول لك اصل المخدرات اللي تعدم، ما احنا كلنا قدامنا الطريق الصح وقدامنا الطريق الغلط، احنا اللي بنختار، ما فيش حد تاني بيختار لنا. تمام. طب انت ايه رايك دلوقتي في القضاء في السرعه، وكمان ان المفتي اقر بسرعه في الحكم دوت النهارده في الاسماعيليه؟ هو ده لابد طبعا كان يحصل طبعا عشان يبرد دم اهل المال عليه والناس كلها ترتاح. انت ما شاورش انت اللي برده الفتره اللي فاتت برده كلها كانت صعبه بالنسبه لنا. من واحد من العصافير اللي شايف ان الواد لسه لحد دلوقتي موجود وعايش، وطبعا عامل متوقف، فكان برده الكلام اللي كان بيطلع منهم حور امينهم اللي هم شايفين فيه. فالحمد لله القضاء طبعا بتعمله عزا النهارده يا محمد. ان شاء الله العزا النهارده. طب انت شايف الجواب اللي هو ظهر في خلال الايام اللي فاتت على الجرايد وبعض الصحف اللي هو بيقول فيه متعاطف فيه مع الناس، مع حته ان هو خلاص بيعلن ندمه وبيقول لاسرته ان هم سددوا ديونه والكلام دوت، شايفه دوت ان مجرد استعطاف لاهالي الاسماعيليه بعد الجريمه البشعه اللي احنا كلنا شفناها؟ والله يا جماعه اللي عايز يستطيع فعلا يشوف ان هو متعاطف مع المتهم يبص على الفيديو ويركز، انا متعاطف ازاي مع المتهم؟ يعني انا ناس بتقابلني تقول لي انا بتمنى ان المتهم يتكلمش، بقول له اتفرج على الفيديو تاني وشوف هتعرف تتعاطف معاه ولا لا. جريمه بشعه يا جدعان، ان هو يقطع راس واحد ويمشي بيها، فين التعاطف كده؟ هيتعاطف ازاي؟ كان في ناس بعض الناس بتطالب ان حكم الاعدام يكون مباشر على الهواء، او ان هو عشان يكون عبره لاي حد بيتجه للمخدرات وبيتجه للطريق اللي اتجهه دبور. طبعا هو ده اللي بنتمنى ان هو يحصل. بس يعني استاذ محمد احكي لنا بقى، اشرح لنا بقى للمشاهدين تفصيل حكم، هو تأييد حكم الاعدام وغرامه 100,000 جنيه المدني، اشرحها لنا كمحامي بقى للمشاهدين. هو نطق الحكم الاعدام طبعا وادعاء مدني طبعا، بس طبعا في المدني عليه طبعا ان هو ما يبقاش لهم تعاون تاني من اول وجديد. بتمنى طبعا ان الحكم النقدي يبقى سريع جدا طبعا، عشان كده بنتمنى طبعا الحكم النقدي يبقى سريع جدا طبعا. المحامي اللي هو استاذ وحيد الكلاله يعني شايف ان النقد بتاع ممكن يتقبل؟ والله برضه دي حاجه في علم الغيب، يعني انا ما اقدرش برضه اقول. استاذ محمد الاسره قالت ان انت تنقل عزاء النهارده الحمد لله، يعني بعد ان شاء الله النهارده العزاء يكون موجود على البحر. انت محامي وفي نفس الوقت عمك الضحيه، يعني عشان اوضح برضه للمشاهدين. تمام. انتوا كنتوا متوقعين تأييد حكم الاعدام؟ اكيد طبعا كنا متوقعين طبعا، ده ثقتنا في القضاء المصري اللي احنا ولا ثلاثة بس اللي احنا عارفين ان هو القضاء العادل بالنسبه لنا احنا، والحمد لله خدنا حكم الاعدام، وده بالنسبه لنا طبعا حاجه جدا كويسه انها تبرد اهلنا وتبرد دم اهلنا، والحمد لله ان هو خد حكم الاعدام وربنا يصبر ام المتهم. كنتوا متوقعين هذه السرعه يعني عادله ناجزه فواجزه يعني؟ طبعا لابد منها، ما احنا قلنا يا جماعه ان مهما كانت برضه ان هي قضيه سريعه جدا واسرع قضيه يعتبر موجوده، فهي تعتبر برضه ان هي التهمه اللي ارتكبها المتهم من ابشع التهم اللي موجوده على مستوى العالم. طبعا ناس كتير قوي بتكلمني من بره وناس بتكلمني من هنا وناس بتكلمني من هنا عايزين يعرفوا تفاصيل القضيه واللي حصل. طبعا احنا ما نقدرش نتكلم في حاجه زي كده. طب هل القضاء المصري هيدي له حكم الاعدام؟ طبعا باكد لهم ان احنا سكتنا في القضاء، والحمد لله النهارده سمعنا حكم الاعدام، الحمد لله على كل شيء. استاذ محمد، هل في مطالب معينه من اسره عمك المجني عليه؟
مطالب من الدولة، مطالب من أي جهة؟ أكيد طبعا دي مطالب. إيه هي ريت حالتها ولا إيه؟ أديك شفت يعني ما فيش إلا أم وأولادها، وطبعا ما فيش حد هيعولهم بعد كده. بتمنى طبعا يبقى في ليهم معاش يعني، حتى على الأقل وظيفة النظام الاجتماعي من المحافظة. المهم إنه بقى ليه حاجة دخلهم آخر الشهر. أديك شفت ظروفهم عاملة إزاي. الفترة اللي فاتت ما فيش أي مساعدات، ما فيش أي توجه من الدولة، وزارة التضامن ما تواصلتش معاهم. لا لا يعني. لو في رساله عايزين تقولوها لوزاره التضامن يا فندم، الاسره كام فرد الاول؟ سبعه اسره كلهم سبعه افراد. يعني في بنتين متجوزين والباقي كلهم لسه موجودين في البيت ده معاهم. فبتمنى طبعا 100,000 حق مدني. النهارده محكمه جنايه الاسماعيليه قضت بيها. شايفها شايف الحكم ازاي، وشايف ابعاد ما بعد الحكم يعني النقد تفاصيل اكتر؟ والله انا شايف الحكم اللي هو جه في مصلحتنا الحمد لله بحكم الاعدام. موضوع النقد طبعا ما هنستنى طبعا خلال 60 يوم دوت هنشوف موضوع النقد اللي هيحصل، وبعد كده اذا كان النقد اتقبل او ما اتقبلش برضو احنا منتظرين برضو دوت. اسباب قويه طبعا هتبقى في الحكم ترجع للنقد اللي اترفض باذن الله، وده اللي بنتمناه. طيب طبعا الناس بتسال هل في سبب للاعدام؟ يعني الناس بتقول سبب للقتل، يعني هم بيقولوا هل في اي سبب؟ في اشاعات كتير طلعت يعني لحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب اللي خليته يقتله بالطريقه دي. والله هو لو كان في سبب يا جماعه كان قالوا في النيابه. هو لحد الوقت اللي في النيابه اللي قالوا ان هو طب لا مش موضوع المخدرات، هو في ساعتها ما كانش شارب مخدرات اصلا، هو كان في وعي وكان بيتكلم مع الناس كلها. طبعا هو قال ان كان في علاقه شذوذ، والحمد لله طبعا السبب الشرطه الشرعيه لما اتعمل له اثبت ان هو ما تمس ولا مخدره قريبه ولا مخدره بعيده، فما كانش في دليل ان هو يعمل كده. هي زي ما تقولوا كده، زي ما قال هي طلبت معايا ان انا اعمل كده. يعني هو ما فيش علاقه اصلا، ما فيش اصلا علاقه، ده من مكان وده من مكان تاني. عشان برضو الناس اللي بتطلع تقول ان هم ساكنين جنب بعض، ده يا جماعه واحد في البلبسه في اخر البلبسه والتاني في التلاتيني بعيد عنده، عند جامع حسب الله بعيد، مش مسافه منهم قريبه اصلا. وفي ناس تقول برضو ان احمد طبعا المجني عليه اللي هو عمي تاجر مخدرات، ده واحد يا جماعه صاحب سوادق نظيفه 100%، ولا بيتاجر مخدرات ولا بيبيع مخدرات، ملوش خالص. هل كان في شغل ما بين التجاره وفي اختلاف؟ مفيش اي شغل خالص. طب بس كان موقف بس قبل ليله الحادث، هو كان مكوت شعر. مكوت شعر هو عارف عمي، بس هو عارف عمي بس عارفه شكليا، عارف ان ده اخو عصام واخو حسن، عارف ان ده بيصلح اجهزه، لو جبت له تسجيل بايظ يرجعه لي الجديد. هو دماغه بيعرف يفكر في الحاجات ديت وبيعرف يشتغل فيها. وسمكاري وعجل يعني بيفتح اي حاجه، فاهماني؟ الحاجه اللي بتجيب له رزق بيفتحها، ربنا بيكرمه فيها. هو جاب له المكوه وطبعا مستني ان المكوه تخلص. طبعا عمي كان ساعتها قبلها تعبان وكان لسه نازل اول يوم الشغل، فالحمد لله يعني. كنتوا على كل ما خدتوش العزاء، وهتاخدوا العزاء دلوقتي النهارده ان شاء الله هناخد العزاء. هو يعني خلاص احنا خدنا بقى اللي احنا عايزينه يعني، النهارده هيكون العزاء هناك في البلبسه باذن الله. باذن الله النهارده العزاء هيكون في البحر. بس كمان دلوقتي بيجهزوا العزاء وبيجهزوا الحاجه. طب ازاي في ناس مشاهدينا مشاهيري في الزوم البلد ازاي يساعدوك؟ طبعا طريقه التواصل معاكم عشان الناس تقدر تساعدكم. جيت عليا طريقه التواصل هقول المكان طبعا، مكانهم اللي هو البلبسه شارع البحري عند جامع بكر الصديق قدام كشكو معبد. لو سالت فين كشكو معبد، هي قدامهم على طول. هتلاقيهم على طول قاعدين هناك، ده البيت اللي قاعدين فيه على طول. هتلاقيهم قاعدين قدام الرصيف. هو النقد بعد 60 يوم ان شاء الله؟ هو في خلال 60 يوم لابد انه يعمل النقد. لو ما اتعملش النقد طبعا خلاص لازم يتعدى عليه المواعيد القانونيه بتاعته. تقولوا لي القضاء المصري على صوره المحاكمه. طبعا انا بشكر جدا القضاء المصري الحمد لله على كل شيء. الحكم السريع طبعا اللي طلع، والحكم اللي احنا كنا منتظرينه الحمد لله جه في مصلحتنا. بتمنى طبعا كل واحد يخلي باله من نفسه ويتجه للطريق الصح، وبلاش طريق المخدرات لانها بتبوظ اجيال. يا جماعه احنا بنتمنى المخدرات دي تبقى مش موجوده في بلدنا تاني. احنا يعني احنا معروفين ان مصر دي ام الدنيا. محمد محامي المتهم خلال جلسات المحكمه طلب الدوله تحديدا بانشاء مصحات على نفقه الدوله، وقال ان المصحات الخاصه سبوبه ولا تجدي ولا على الاطلاق. شايف المطلب ده ازاي؟ انا بتمنى طبعا ان يتعمل مصحه حكوميه طبعا، كل شهر او كل شهرين يتعمل تقرير اللي موجود فيه، لان حرام يعني برضه لما يبقى واحد راح يودي ابنه يتعالج من المخدرات ويدفع له 5000 جنيه ولا 10000 جنيه في الشهر كتير، وفي الاخر برضه بيطلع هو. انما لما يبقى في مصحه حكوميه وعليها حراسه مشدده، بدل اللي احنا بنسمع عنها الخواص اللي بتتضرب بالنار كل شويه وناس بتطلع في حاجه.